جدا جدا رحلتنا معاها النهارده لمحافظه سوهاج، بالتاكيد محافظه غنيه جدا بالعديد من المواقع الاثريه ومناطق الجذب السياحي. نروح نشوف حاجه جميله جدا، تمثال رائع للاميره ميرت امون، او حسب الشهره هناك بيقولوا تمثال العروسه او محبوبه امون. هو من اجمل واكبر تماثيل اللي تعتبر موجوده لامراه فرعونيه في التاريخ الفرعوني. خلينا نتعرف اكتر نعرف هي مين محبوبة أمون دي، ومين وإيه تاريخها وهذا التمثال، وإمتى تم العثور عليه. معانا على التليفون دكتور عماد مهدي، الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ اسماء. صباح الخير يا استاذ ايه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور، وعرفنا بقى مين هي الاميره ميرت امون، وليه تم عمل هذا التمثال الضخم جدا والجميل جدا بكل تاكيد ليها. هي الأميرة ميرت أمون هي الابنة الرابعة للملك رمسيس الثاني. طبعا زي ما حضرتك أشرتي يطلق عليها السكان المحليين في مدينة أخنين العروسة. طبعا العثور على التمثال كان بالصدفة البحثة سنة 1980 أثناء حفر أساس معهد ديني. تم العثور على التمثال محطم وبقايا، أو نقدر نقول أطلال معبد للملك رمسيس، وتمثال أيضا للملك رمسيس كان بجوار الأميرة الجميلة. طبعا هي وريثة أمها، هي بنت الملكة نيفرتاري اللي بنى لها طبعا المعبد الشهير، وهي حبيبة محبوبة الملك رمسيس اللي كتب جملة شهيرة جدا: هي التي من أجلها تشرق الشمس. فهي ورثت عن أمها الجمال طبعا. وحضرتك لو بصينا لتمثال نالي بيتميز بالابتسامة الهادئة والجمال الفائق للأميرة ميرت أمون. طبعا هي تحولت إلى ملكة بعد كده، لأن الملك تزوجها، ولكن مش الزواج الفعلي اللي احنا نعرفه، ولكن زواج نقدر نقول معنوي، بحيث إن هي ترث بعد وفاة أمها الألقاب الملكية. يعني لأن البعض بيسيء فهم الحضارة المصرية وإن إزاي الأب يتزوج بنته، لا هو زواج معنوي، بحيث إن هي تنال بس الشرف إنها تتحول من أميرة إلى ملكة. طبعا مدينة أخنين طبعا هي كانت اسمها مين نخت، مقر المعبود مين، وفي العصر القبطي سموها خنين ثم تحولت الى اخنين. طيب وهي المدينه دي كلها او الموقع ده ما كانش اصلا موقع اثري؟ بالظبط، هو كان حته ارض وكان بيتم حفر اساس لمعهد ديني، ولكن تحول طبعا تم وضعه تحت اشراف وزاره الاثار لانه موقع اثري. تم يوجد فيه اصلا معبد للملك رمسيس، وزي ما حضرتك شايفه التمثال 11 متر. طبعا نقدر نقول ان هو من اكبر التماثيل لامراه منتصب في الحضاره المصريه. معمول من ايه التمثال؟ من الحجر الجير الملون، يعني وزنه بيصل 31 طن. هل في تماثيل اخرى لهذه الاميره موجوده في مصر غير بتاع الغردقه اللي هو في متحف الغردقه؟ لانه برضه من الحاجات الرائعه. في هو طبعا نفس التمثال يعني، بس كان يعني نقدر نقول تمثال نصفي تم العثور عليه، وده موجود في متحف الغردقه، كان معروض في المتحف المصري بالتحرير وتم نقله الى متحف الغردقه. وطبعا ما كانش عليه الاسم، لكن لقينا عليه نفس الالقاب بتاعه الملكه، واللي لاقي نفس سمات الوجه الجميل يعني للملكة، ونفس الشكل بالظبط ونفس الجمال بتاع التمثال، لكنه نصي يعني. بالظبط حضرتك، يعني التمثال بس هنا التمثال بيعلو رشتين، ولو حضرتك تساليني ايه الرشتين اللي جنب الاوضه. ايوه يا ريت ده كان يعني سؤالي. اتفضل. الرشتين دولت حضرتك طبعا تعرفي الست العراس ريشه اللي هي معت رمز العداله في مصر القديمه. الرشتين دي ريشه النعام، وليه مصر القديم اختار ريشه النعام مش اي طائر تاني؟ لان طبعا لما نتكلم عن العداله في مصر القديمه، مصر القديم كان دقيق وعنده ملاحظه هامه جدا. ريشه النعام حضرتك متساويه تماما من الناحيتين، الشعيرات بتاعت ريشه النعام متساويه تماما، غير اي طائر بنلاقيه عريض من تحت ومدبب من فوق. هنا بص حضرتك بقى دقه المصري القديم، لان طبعا انت بتتكلم عن عداله وهتجيب رمز العداله، فلازم تكون الريشتين الريشه متساويه تماما وبتمثل فعلا رمز العداله. شكرا دكتور عماد مهدي، الباحث الاثري وعضو اتحاد الاثريين المصريين.